نشاطات وزاره الخارجيه لان الحقيقه سيدة الوزير سامح شكري وزير الخارجيه اجري النهارده عده لقاءات ثنائيه على هامش مشاركته في اعمال مؤتمر ميونخ للامن منها لقائه بسكرتير عام الامم المتحده واللي تناول سبل التنسيق بين مصر والامم المتحده بشان مستجدات القضايا الاقليميه المختلفه وأعرب وزير الخارجية عن تطلع مصر لتقديم كافة أشكال الدعم للأمم المتحدة في مواجهة الاضطرابات المتصاعدة في المنطقة وأكد أهمية الدور والرعاية الأممية لدفع مباحثات وجهود السلام لا سيما في سوريا وليبيا كمان التقى سامح شكري بوزير الدفاع اليوناني واللي تطلع في الجانبان بأن يشهد عام 2018 تطورات جديدة بشكل يعكس البعد الاستراتيجي اللي وصلت له العلاقات بين البلدين لا سيما في مجال التعاون العسكري والأمني